مشاهدينا، من المعروف أهمية ممارسة الرياضة لما لها من متعة وفائدة وإيجابيات على صحتنا وأجسادنا وأيضا نفسياتنا، ولكن هل ممكن أن يكون للرياضة انعكاس سلبي على صحة الفم والأسنان؟ طبعا يجيب على هذا السؤال معنا الدكتور عبد الرحمن دحام السفيان، نائب رئيس القسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنتم قمتم بدراسة تم نشرها في المجلة السعودية لعلوم الفم عن علاقة الرياضة بصحة الفم والأسنان، كلمنا عنها. طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، لكم جزيل شكر التقدير. طيب، ما باستضافة عن هذا البحث. نعم، البحث العلمي هذا تم إجراءه مميزة. طيب دكتور عبد الرحمن، يبدو ان الاتصال يعني غير واضح، فرح نكلمك مره ثانيه. بس بخصوص هذا الموضوع يا عبير، هل عمرك فكرتي بالفعل انه هل هناك علاقه بين الرياضه وصحه الاسنان؟ هل ممكن ان الرياضه، انا بصراحه مره استغربت يعني، نعم، انه كيف الرياضه ممكن يكون، عشان هو انسان رياضي له علاقه بتسوس الاسنان، ممكن تتسوس اسنانه بنسب اكبر. يعني استغربت هذا الموضوع شوي، ولكن لما قريت الخبر معك كريم في دراسه، نعم، ايش تتوقع ممكن تكون الفئه من الرياضيين اللي عندهم تسوس اسنان؟ لاعبين كره سله مثلا، لاعبين كره قدم، الرياضيين اللي بيسووا رياضه عاديه في البيت في الجيم؟ نعم، اعتقد على حسب ما ننشر في الدراسه انه الاشخاص الرياضيين خصوصا الممارسين للجري، فهم لانهم بيتنفسوا عن طريق الفم اكثر، فبيسبب جفاف الفم، فاعتقد في هناك علاقه بين جفاف الفم وبين تسوس الاسنان وتاكل الاسنان. طب بس ممكن هو بيفرش اسنانه كل يوم. اكيد، ولكن هنا يعني هنا اعتقد الدراسه نتيجتها ظهرت انه في علاقه بين جفاف الفم وتسوس الأسنان بسبب حكم انه في جفاف للفم، زائد انه الرياضيين غالبا ما بيشربوا اللي هي المشروبات الطاقه، صح، او بياكلوا اللي هي البروتين بار، هذه اللي بتعزز الطاقه، فاعتقد انه لها علاقه مع تسوس الاسنان، خصوصا احنا الان كمان عبير في هذه الفتره لازم اننا ناخذ في الاعتبار انه احنا الان جالسين في البيت في فتره الحجر المنزلي، ومن الصعوبه جدا اننا نسوي اللي هو الاجراء الروتيني لتنظيف الأسنان اللي دائما نسويه مثلا كل 6 شهور، فلازم إننا نحافظ على الأسنان على قد ما نقدر، صحيح، على نظافتها، وإننا ما نعرض نفسنا إنه يكون مثلا لا سمح الله لتسوس أو جير أو التهاب اللثة لصعوبة الذهاب إلى طبيب الأسنان في هذا الوقت وفي هذه المرحلة. فمن الضروري جدا إننا نحافظ على الرياضة، طبعا احنا قلنا لازم نقول نسوي رياضه في المنزل، زائد صحه الفم والاسنان لانها جدا جدا اكيد مهمة. طبعا يعني يمكن انا من كلامك قبل شويه انه ممكن يكون في جفاف بشكل عام، نعم، اعتقد انه انا قرات دراسه قبل كده انه الجفاف اللي ممكن يتاثر فيه الحلق يؤدي او يسبب لظهور بكتيريا معينه في الفم. مظبوط، هذه البكتيريا هي اللي بتسبب تاكل او خلينا نقول تسوس بشكل أكيد. عام اكيد كل تساؤلاتنا هذه اكيد راح يجاوب عليها دكتور عبد الرحمن السفان، اكيد هو معنا الان عبر الهاتف. اهلا بك دكتور عبد الرحمن. اهلا وسهلا، واعتذر على الخطا اللي حاصل. ما في مشكله، عشان ما اطول عليكم. نعم، بالنسبه للبحث، هو بحث تم اعداده مع مجموعه مميزه من طبيبات الامتياز وتم نشره في المجله السعوديه لعلوم الفم. نعم، الهدف من البحث كانت قياسه علاقه الرياضه او النشاط البدني مع صحه الفم والاسنان. احنا نعرف ان الرياضه شيء ضروري، لكن أي رياضي لا يمتلك المعلومات حول صحة الفم والأسنان احنا نقدر نعتبره أنه معرض للتسوس، والأسباب كالتالي. جميع اللي يمارسون الرياضة زي ما تفضلتم أنتم قبل شوي أنهم يأخذون مكملات غذائية، يأخذون مشروبات للطاقة، يأخذون البروتين بار، ويأخذونها بشكل متقطع بأكثر من مرحلة في اليوم، صح. هذا الشيء يؤدي إلى ديهايدريشن للسلايفة أو جفاف الفم، بالإضافة انخفاض مستوى البي اتش درجة الحموضة في الفم، وهذا الشيء يساعد أن التسوس يحصل بشكل أكبر عند اللي يمارسون الرياضة. فمن الضروري أن أي شخص يمارس الرياضة يطلع على هذه المعلومات، ولا ممكن يؤدي إلى تسوس في الأسنان. وحنا الدراسة هذه أجريناها في عدة نوادي في المملكة العربية السعودية،
وبالإضافة قسنا المعلومات حول صحة الفم والأسنان عند نسبة كبيرة من الرياضيين، للأسف أن نسبة كبيرة منهم ما عندهم خبر عن هذا الشيء. طلعنا بنتيجة الدراسة أن أي شخص يمارس الرياضة لازم يكون على اطلاع كامل في هذه المعلومات. نعم. يعني دكتور عبد الرحمن، في كثير من الناس الآن، كنت لسه بسأل زميلتي ريم، مين ممكن تكون الفئة المعرضة أكثر لهذا الموضوع؟ هل مثلا أي رياضي بشكل عام، أم إحنا بنتكلم عن مثلا لعب رياضة معينة؟ طيب، أي شخص يمارس الرياضة ويستخدم المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة والبروتين بار يعتبر هو من الدرجة العالية المعرضة إلى تسوس الأسنان. لكن أي شخص يمارس الرياضة وما يتعرض للمكملات الغذائية ولا مشروبات الطاقة ولا السكريات بشكل مستمر وبشكل يومي يعتبر معرض. واسمحي لي بس أني أقول بوينت هنا، أنا ما أقول أنه لا يأخذ مكملات غذائية ولا أقول أنه لا يأخذ بروتين بار، لكن الفكرة لازم يعرف أن كثرة البروتين بار أو كثرة المكملات الغذائية بتؤدي إلى تسوس الأسنان. طيب، هذه طبعا معلومة جدا مهمة يا دكتور، ولكن أيضا تطرقتم في الدراسة إلى استخدام واقي الفم والأسنان أثناء ممارسة الرياضة، هل هو خاص لأنواع رياضة معينة أو لجميع أنواع الرياضة؟ وما هو هذا الواقي اللي بتتكلموا عنه؟ طيب، واقي الفم يحمي من الإصابات، لأن احنا نعرف دائما مشاكل اللي تصير في الوجه والفكين هي دائما كسور، وأكثر منطقة معرضة للكسر في جسم الإنسان هي منطقة الوجه والفكين، وبالتالي الأسنان معرضة لهذا الشيء. واقي الفم والأسنان أنا أنصح فيه لجميع الرياضات، وبالأخص لو كان اللي مارس الرياضة اللي هم الأطفال أو فئة المراهقين مثل كرة القدم، كرة السلة، الملاكمة، جميع أنواع الرياضات ينصح أنهم يستخدمون واقي الفم. واقي الفم هو عبارة عن مادة مطاطية، نقدر ناخذ طبعة أو ما يسمى بالإمبريشن للمراجع ونجهز له واقي الفم اللي خاص فيه. للأسف نفس الكلام، سوينا استبيان كبير على نسبة كبيرة من الرياضيين، نسبة بسيطة جدا اللي سمعوا بواقي الفم، علما بأن الرياضة لما تمارس في أي مكان، خلنا ناخذ على سبيل المثال في أمريكا، ما تقدرين تمارسين أي رياضة إلا يتواجد عندك واقي الفم. صحيح، يمكن خاصة في الرياضات العنيفة زي كرة القدم الأمريكية تحديدا لازم يلبسوها. لكن هل ممكن هي مثلا إذا وضع الرياضة هنا عندنا في بعض الأندية واقي الفم ممكن يسبب له عدم التركيز نوعا ما؟ لا أبدا، ولا لها أي أضرار نهائيا، بالعكس يقدر يستخدمها وبتحميه من الإصابات وبتحميه من الكسور وبتحميه حتى من فقدان الأسنان، ولا لها أي أثر على الرياضي، ولا تشتت التنبيه، ولا لها أي أثر ثاني. جميل. طيب، في هذه الفترة اللي نعيشها الآن، طبعا في الحجر المنزلي والالتزام بالجلوس في المنزل، أكيد لا نستطيع الذهاب إلى طبيب الأسنان والقيام بالإجراءات أو الفحوصات الروتينية اللي من اللي يجب أننا نسويها مثلا كل 6 أشهر، وكمان ما نبغى نعرض نفسنا يعني أنه يكون في التهاب للثة أو كسر في الأسنان أو أي حادث أو أي ألم طبعا في هذه الفترة خصوصا. إيش النصائح اللي تقدمها للمشاهدين حتى يحافظوا على صحة الفم والأسنان؟ طبعا شكرا لك على طرح هذه النقطة المهمة. حنا نعرف أن حاليا في أزمة، وهذه الأزمة تتطلب التعاون من جميع فئات المجتمع. الموضوع جدا بسيط، تنظيف الأسنان 3 مرات في اليوم، استخدام الخيط السني، استخدام غسول الفم، والابتعاد عن العادات المضرة بالأسنان، العض على القلم، العض على الأشياء الصلبة، بعض الناس يأكلون ثلج، بعض الناس يأكلون ليمون دايركت على الأسنان، وهذه كلها تؤدي إلى مشاكل في الأسنان. نعم. وحنا حاليا نعرف أن متواجد عندنا منع التجول، فالوصول إلى طبيب الأسنان جدا صعب. الموضوع بسيط، الاهتمام في الأسنان. وفي بوينت بس أبغى أنبه عليه، اللي هو موضوع الأكل. حنا نعرف كلنا هذه المشكلة اللي كلنا جالسين نعاني منها، موضوع الحظر، كلنا جالسين ناكل، يعني اللي كان ياكل 3 وجبات في اليوم صار ياكل 6 وجبات في اليوم، واللي ياكل 6 وجبات صار ياكل 10 وجبات، وهذا الشيء جدا ضار وما راح تظهر نتائجه الا باذن الله بعد ما نرجع لحياتنا الطبيعيه. صحيح. تبدا مرحله التسوس. فالفكره اللي انا ابغى اوصلها، لو تكرمتم، انا ما اقول لاحد لا ياكل، بالعكس كل هنا وعافيه، لكن اهم شيء قللوا مو كميات الاكل، الحين حنا نسميها فريكوينسي، يعني انت كنت تاكل 3 مرات في اليوم، لو تكرمت خلها 3 مرات، كل ما تبغى كل ما لذ وطاب لك،
لكن أهم شيء لا تكثرون عن 3 مرات في اليوم، لأن لو كثرنا عن 3 مرات في اليوم حنا بنرجع لنفس النقطة اللي أنا نبهت عنها في موضوع البحث العلمي، انخفاض مستوى البي اتش، تعرض الأسنان إلى أكثر من الأورجانيك أسيد، وفي النهاية بيأثر وبيسوي لنا تفوس أسنان. هذه البوينت اللي أبغى أنبه عليها. نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، بما أنك متواجد معنا اليوم، اسمح لي أن أستغل الفرصة وأسألك هذا السؤال. الآن من ضمن الإجراءات الاحترازية التي نقوم فيها كلنا يمكن عدم لمس الفم، أوكي، الأنف، العين، الفم تحديدا، كيف ممكن ينتقل فيروس كورونا من الفم؟ على سبيل المثال والافتراض فقط، أنه ممكن يكون ساندويتش طلب من مطعم معين، هل ممكن أن يكون لا سمح الله في انتقال للعدوى؟ لا، ممكن تحصل العدوى، لأن منظمة الغذاء العالمية وهيئة الغذاء والدواء السعودية صرحت قبلا أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الأكل، لكن بينتقل عن طريق التنفس أو اللمس المباشر، لكن عن طريق الأكل أبدا ما ينتقل. ممتاز. لكن ممكن هذه بوينت مهمة، أن حنا في هذه الفترة نستغني عن ممتاز الطلبات الخارجية ونسوي الأكل في المنزل. جميل والله دكتور، يعني إحنا بنسوي كده وكده، يعني نريح شوية لأنه كترنا مرة طبخ في المنزل. اسمح لي كمان أسألك هذا السؤال، بعض الأشخاص ممكن يشعروا بآلام في المنزل، سواء كان من ضرس العقل ومن بعض الأسنان، لما نتكلم خاصة عن الأطفال، كيف إحنا نقدر نريحهم من الألم هذا إلى أن تنتهي هذه الأزمة بإذن الله؟ أهم شيء الصغار، لازم في بوينت حنا دائما نستخدمها، لا تاكلون شوكليت، لا تاكلون حلويات، ما في ولا صغير ما ياكل شوكليت وحلويات. يقدر ياكل شوكليت وحلويات لكن بنسبه قليله. أوكي. ننتبه على موضوع الاكل بالنسبه لهم، لكن لا قدر الله نفرض ان حصلت عندنا حاله. وزاره الصحه مشكوره وجهودها كبيره، ومن احد الجهود اللي سوتها هو التواصل مع وزارة الصحة لو كان في حالة طارئة، وهنا نميز الفرق بين الحالة الطارئة والحالة اللي الحالات اللي ما تستدعي. يعني ضرس مزعج يا دكتور عبد الرحمن على سبيل الافتراض، يعني إيه؟ ممكن الشخص نفسه يقول ما رح أزعج المستشفى، ولا يعني هم في الناس في الناس وأنا في ضرسي، يعني ممكن يقول هذا. يخافوا أصلا يطلعوا. صحيح، والناس بتخاف تطلع، خاصة زيارة المستشفيات أو المستوصفات. إيش ممكن يسوي في البيت بديل، عشان بس يخفف الألم؟ شيء بديل. ممتاز. دايم يقولوا مويه دافيه وملح، بس ما ادري عن ده الموضوع، اذا تقدر تفيدني بشيء. طيب، رقم واحد، نبتعد عن موضوع الخلطات الشعبيه نهائيا، المويه والملح والقرنفل وتمضمض، هذه نبعد عنها نهائيا، هذه حاليا غير مثبته ولا هي تعتبر علاج، موجوده لكن لا تعتبر علاج. في حال الشخص حصل عنده ألم، في تطبيق اعلن عنه وزير الصحه مشكور، هذا التطبيق اسمه تطبيق تواصل مع طبيبك، ممكن الشخص يتصل عن طريق الآب هذا، يتواصل مع طبيب أسنان أو يتصل على الرقم الموحد اللي خصصته وزارة الصحة، ويشرح للطبيب، يحولون على طبيب أسنان يشرح له بالتفاصيل الحالة اللي عنده، وممكن طبيب الأسنان هو اللي يدل الشخص إيش يسوي. لأن في معلومات حنا نحتاج أن نعرفها على المراجع، يعني أنا ما يصلح شخص يقول لي أنا تعبان أقول له روح خذ نوع الدواء هذا كاكسبين كلا، لا، لازم أعرف وش اللي موجود عند الشخص وأقدر أدله. صح. ومشكور وزارة الصحة ما قصرت في هذا الموضوع. صحيح دكتور عبد الرحمن بالدحام السفان، أنا شاكرة جدا تلبية هذه الدعوة، يعطيك ألف عافية، شكرا على كل هذه المعلومات. مشاهدين، احنا خلصت حلقتنا اليوم، بس أكيد هنشوفكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.